تقول: ذهبت بأداء فريضة الحج العام الماضي، وعندما ذهبت لرمي جمرة العقبة في يوم النحر نسيت وأنا أرمي الحصيات أن أتأكد من وقوعها في الحفرة، فهل علي شيء؟ لا بد من وقوع الحصى في حوض، في حوض الجمرة. نعم، إذا لم تقع في حوض الجمرة فإنها لا تجزي، وسواء بقيت في الحوض بعد وقوعها فيه أو تدحرجت وسقطت، المهم أنها تمر على الحوض. إذا مرت على الحوض أجزأت، وإذا كانت متأكدة أن هناك حصيات لم تقع في الحوض فإنها لذلك يجب عليها فدية. يجب عليها فدية وهي ذبح شاة في مكة توزعها على المساكين. أما إذا كانت رمت في جمرة وانتهت ولم يقع في نفسها شك إلا بعد ما انتهت وبعد ما رجعت إلى بلادها فلا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة. الحمد لله، جزاكم الله خيرا.